نشرة مفصلة من أورينت نيوز، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. ميليشيا حزب الله تجبر أهالي عدد من مخيمات اللاجئين في لبنان على المشاركة في مهزلة الانتخابات. تمزيق الصور والإعلانات الخاصة بمهزلة انتخابات أسد في السويداء. ميليشيا أسد الطائفية تهجر 30 عائلة من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة إلى الشمال السوري. وسط الحديث عن هدنة مرتقبة، الفصائل الفلسطينية تستهدف برشقة صواريخ عسقلان وأسدود وبئر السبع. نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي يطالبون بدعم غير مشروط لأمن إسرائيل. أفاد ناشطون أن حافلات تتبع لميليشيا حزب الله اللبناني اقتحمت مخيم المنيا شمال طرابلس وأجبرت عددا من الأهالي على الذهاب للمشاركة بمهزلة انتخاب بشار الأسد. وأشارت تقارير إلى أن جهات داعمة لنظام أسد بلبنان مارست الضغوط على اللاجئين وهددتهم بإغلاق مخيماتهم في حال عدم مشاركتهم بهذه الانتخابات المزعومة. طلب متظاهرون لبنانيون بترحيل جميع السوريين المشاركين بمهزلة انتخابات أسد، مؤكدين أن المشاركة فيها تسمى الانتخابات تسقط صفة اللاجئ عنه وعليه العودة إلى بلده. بالكل المعنيين بهذه الدولة من رجال الأمن من أي معنى بهذا الأمر يكتب الأسماء، كل إنسان انتخب ويقول له فل على بلدك، ما لنا مصلحة معك بقى. من طالب الأمم المتحدة بتوقيف المساعدات لأي إنسان بيروح بينتخب هذا الفيس بشار الأسد. مجرم أخي، نحن بنعتبره إنه هلا ما قد عنا مهجرين، نحن سوريا صارت بأمان أكثر من لبنان في برا. لذلك على الشعب السوري الحبيب الشقي يرجع على بلده على أرضه ويتركنا بقى بحالنا وبمصيبتنا اللي احنا عايشينها. بدك تتخب بشار، جاء عمرك ما ترجع انت وبشار، روح انتخبوا بسوريا، ما تتخبوا عنا بلبنان. احنا الشعب اللبناني بمعظمه ضد هيدا النظام الفاسد، ما تستفزنا بتصرفاتك وما تخلي القضيه تصير مع الشعب، احنا الشعب بنحطه على راسنا. اما اذا انت احنا بنعرف انه في اضطهاد على الشعب وفي ضغط على الشعب ليروح ينتخب، ونحن بنعرف انه تالفت لجان وتنظيمات نزلت على الارض لتبيش هيدي الشعب تحت التهديد والتوعيد. اما بدي اقول لك يا الشعب، اذا بتنتخبوا لبشار فانت شريك معه بكل الجرائم اللي ارتكبها. هيدي الجرائم اللي ارتكبها بشار انت عم تثبت له اياها يا هذا الشعب المسكين. ما تنزل لو بده يقطع راسك، اذا بدهم يعملوا بالقوه حتكون القوه معهم. نحن بالطريقه السلميه ممنوع حدا ينتخب بشار اسد من هون ومن اطراف. معنا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ سمير سكاف الصحفي والناشط السياسي، مرحبا بك معنا إلى هذه النشرة أستاذ سمير. تفاصيل لو سمحت ما يحصل في بيروت منذ صباح هذا اليوم والمتعلقة بانتخاب بشار الأسد في سفارة النظام في بيروت. مساء الخير. يعني بالواقع اللي صار ببيروت اليوم اعتبروه قسم كبير من اللبنانيين انه هذا مشهد استفزازي، لانه يستقبلون النازحين السوريين على اساس انه هم ما عندهم القدره انه يرجعوا على بلادهم، ما عندهم القدره انه يعبروا ديمقراطيا ببلادهم، مشان هيك مستقبلينهم اليوم على اساس انه يكونوا عم بيساعدوهم حتى تسمح لهم الظروف انه يرجعوا على بلادهم ويعبروا ديمقراطيا ببلادهم. لكن اللي صار اليوم هو انه قسم كبير من اللبنانيين شاف انه قسم كبير من النازحين السوريين اليوم بصور لبشار الاسد عم بيتواجدوا بنوع من تظاهره على الطرقات باتجاه السفاره السوريه ببيروت لانتخاب الرئيس بشار الاسد. هذا كان اعتبروا قسم من اللبنانيين مشهد استفزازي، وبهالحاله ليش بعدكم موجودين هون؟ ليش ما بترجعوا على بلادكم؟ هذا عمل اشكال على الطرقات وادى الى مواجهه على الطرقات باكثر من نقطه بمنطقه نهر الكلب وبمنطقة كرزوق يلي هي على مداخل بيروت، وهذا الموضوع أدى إلى وقوع عديد من الجرحى. وكان المشهد للأسف كان مؤسف، يعني كان مؤسف أساسا إن كان التظاهرة يلي كانت لا تعبر عن
مشاعر اللبنانيين واعتبروها حتى مؤذية لمشاعر اللبنانيين. ومن مال ثاني كان في مواجهة أم في كمان هيدي مكان لازم تكون، لكن تواجهت التظاهرات بمشهد عنفي وردود عنفية، كان في كثير بعض السيارات وزجاج السيارات وإلى آخره وصفوا جرحى من المال ثاني، فهذا الموضوع كان يعني ما بيعكس صورة حضارية كمان من مال ثاني. طيب بالشق الآخر، يعني هناك من حدثنا من مراسلنا إلى نشطاء في لبنان أن ليس كل هؤلاء الذين شاهدنا فيديوهات لهم يتوجهون بمواكب يحملون صور بشار الأسد من أجل التصويت، ليس كلهم لبناني سوريون، هناك لبنانيون بأطراف معينة حرضوا جهات رسمية معينة، يعني أقصد ربما أحزاب أو غيرها دفعوا إلى هذا الموضوع، إضافة إلى أنباء تحدثت عن أن يعني حافلات اقتحمت مخيم المنيا في طرابلس للاجئين السوريين من تابعة لحزب الله وابتزتهم وهددتهم بأشياء كثيرة، منها عدم وجود هذا المخيم من أصله أو اقتلاعه إذا لم يصوتوا لبشار الأسد. إلى أي حد هذه الأخبار، هذه الأنباء دقيقة، إن كان لديك معلومات إضافية؟ هلا في الواقع بعض من هذه المعلومات تم تداوله على الارض في لبنان، تم تداول انه الكثير من السوريين تعرضوا للتهديدات ولقطع المساعدات وللنقل الى الداخل السوري والى غيره من الامور اللي عم يفرضها اليوم عدد كبير من النازحين السوريين اللي بيعتبروا انه بعض، رغم حتى في منهم يلي المؤيد لنظام الرئيس بشار الاسد يعني مش عم يرجع، وهيدي نحن بنحملها مش بس للنازحين السوريين، نحن بنحملها للمسؤولين السياسيين اللبنانيين اللي هم اصدقاء لنظام الاسد، يعني ليش انتم ما اشتغلتوا من رئيس الجمهوريه لامين عام حزب الله لرئيس مجلس النواب لرئيس مئاتي للوزير السابق سليمان الفرنجي، اصدقاء سوريا اصدقاء نظام سوريا، ليش ما اشتغلتوا لاعاره النازحين؟ ليش تركتوا انه هم النازحين هؤلاء يتعرضوا بالابتزاز مرات بالضغط مرات للكثير من الامور وحتى لتعريضهم ماليا ولتعريضهم حتى ببعض الاعتداءات او للتهديدات لحتى للضغط لانتخاب الرئيس بشار الاسد؟ الغريب بالموضوع كان انه على المستوى الانتخابي ب كثير من استطلاعات الراي ما كان في ناس على الارض طالعه تنتخب غير الرئيس بشار الاسد، يعني الصوره كانت كانه الاشياء كانت معلبه، يعني كانوا في توجيه معين، تنظيم معين عكس هذه الصوره، وبذات الوقت عكست طيب انقطع الاتصال، نكتفي بهذا القدر. سمير اسكاف الصحفي والناشط السياسي من بيروت، شكرا جزيلا له على هذه المداخله. إلى اسطنبول، حيث نظم سوريون وقفة احتجاجية أمام قنصلية نظام أسد، وذلك رفضا لمهزلة الانتخابات، مؤكدين أنه لا يمكن لقاتل ومجرم أن يجري انتخابات شرعية. جينا مشان نوقف هالمهزلة يلي يعني قال عم ينتخبوا، على شو عم ينتخبوا؟ نحن لازم نوقف هالمهزلة، هي مهزلة اسمها مو انتخاب، يعني بكل المناطق لازم توقف المهزلة ولازم ما يصير في انتخاب. الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس. أقدم عدد من شبان مدينة السويداء على تمزيق الإعلانات التي تدعو لما تسمى انتخابات بشار أسد، وقالت مصادر محلية إن عناصر تابعين لميليشيا أسد استنفرت بحثا عن الشبان وبدأت بتبديل اللوحات الإعلانية بشكل فوري. هجرت ميليشيا أسد 30 عائلة من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة إلى الشمال السوري، في حين قال ناشطون إن وجهتهم ستكون جرابلس شرق حلب مرورا بمعبر أبو الزندين قرب مدينة الباب. Thank you.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الولايات المتحدة تتوقع وقفا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في وقت قريب. وبحسب الصحيفة فإن إدارة بايدن مارست إلى جانب دول أوروبية أخرى ضغوطات على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، متوقعة أن تبدأ الهدنة خلال الساعات القادمة. أعلنت كتائب القسام عن قصفها لموقع مارس الجديد بقذائف هاون، إضافة لاستهداف عسقلان وبئر السبع وأسدود برشقة صاروخية. طالب نحو 100 نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي طلبوا الرئيس جو بايدن بدعم غير مشروط لأمن إسرائيل. وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع العام الجاري عن نيتها بيع أسلحة دقيقة لإسرائيل في صفقة بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب صحيفة واشنطن بوست سيستدعي الديمقراطيون في مجلس النواب مسؤولا رفيعا في إدارة بايدن لمناقشة الصفقة. ختام النشر، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.